كده عملت اللي عليا وكلمتها 100 مره وبعت لها مع كل اصحابها. يا ابني اصحى يا ابني قوم رد اصحى رد عليها يا تامر هرد عليها انا. الو الو انت ازاي بتقول ان انا مش عايزاك؟ اكيد موافق نرجع طبعا يا مجنون. وانا اقدر اعيش من غيرك؟ تامر انا بحبك ومستنياك في عيد ميلادي. طب اوكي ماشي خلاص يا ولاد اللذينه وشك حلو حبيب قلبي حبيب عمو. صحيت على صوتها الله يا دسوق ده كان واحشني نور ماهي دي اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس قالتلي نرجع بس بشروطها قولتلها متفقين يا ستي وموافقين ومش هبص لحد غيرك من النهارده خلاص. انا النهارده صحيت على صوتها ده كان وحشني موت ماهي اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس قالتلي نرجع بس بشروطها قلتلها متفقين يا ستي وموافقين ومش هبص لحد غيرك من النهارده خلاص. يا رحت فيها كنت عايش ومقضيها يا ما جبت عليها واطيها ايوه كنت زمان غلطان عايش كأنها مش كلام ولا انا بثبتها دي الوحيده اللي انا حبيتها واللي روحي معاها تمام. يا رحت فيها كنت عايش ومقضيها يا ما جبت عليها واطيها ايوه كنت زمان غلطان مش كلام ولا انا بثبتها دي الوحيده اللي انا حبيتها واللي روحي معاها تمام. ايام كتير وقفت في مكاني مش مرتاح عايش وكل جراح وقلت لو رجعت تاني عمري ما هبعها في البعد كانت حاجة نقصاني انا كنت مش مبسوط تايه ومش مظبوط دلوقتي جاتلي فرصة تانية ومش هغيرها. جرحت انا فيها كنت عايش ومقضيها يا ما جبت عليها واطيها ايوه كنت زمان غلطان عرفت انها مش كلام ولا انا بثبتها دي الوحيده اللي انا حبيتها واللي روحي معاها كمان. جرحت انا فيها كنت عايش ومقضيها يا ما جبت عليها واطيها ايوه كنت زمان غلطان عرفت قيمتها مش كلام ولا انا بثبتها دي الوحيده اللي انا حبيتها واللي روحي معاها كمان. مش مظبوط دلوقتي جاتلي فرصة
فرصة تانية ومش هضيعها.